والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. في البداية نود أن نقدم تحياتنا الحارة للسي محمد الرومان المدير المالي للمعرض. كذلك نريد أن نبارك لكم ولساكنة مدينة كنس على العرس الذي ستحتضن رحلة 6 أيام، ونتمنى أن يكون فعل خير ببناء واحد المسرح الكبير إن شاء الله. مولاي حسن، حنا في 2007 كنا زرنا ذاك المعهد ديالكم اللي كان في مرزان، كان واحد الطاقم صحفي من ديال الكناس تيتسقى السؤال ذاك الاستاذ عادل الرحموني، وكنا زرنا ذاك المعهد اللي كان تيتوف السمع البصري تيتوفر على واحد يعني الات وامكانيات كثيره. يعني فين اين نقل هذا المعهد؟ بالنسبة للمهرجان أنه جاء متزامنا مع مهرجان حفل الملوك بشفرو دورة التدريسين ومهرجان فاس للموسيقى الروحية. يعني واش كاين شي سير هنا في هذا الاختيار ديال التوقيت ديالها؟ من خلال اطلاعي على اللائحة اللي ديال الصحافة اللي ديال روكو ديال المشاركين، هناك غياب الصحافة المحلية والجهوية، وتتعرفوا بأن الصحافة المحلية والجهوية يعني هي القاتلة ديال واحد المهرجانات. وبما اننا حنا كجريده المغرب المواطنه شفنا لكم بان الله يلاه لوكو ديالنا وكما تحبوا الاجتماعي، يعني الشباب هذا كذلك تنعرفوا بان التلفازه المغربيه يعني في السبعينات والثمانينات والتسعينات يعني كانت تتبنى الافلام المصريه اللي كانوا تيستافدوا منها المغاربه يعني فصاحه وثقافه والى اخره. اليوم ولينا تنشوفوا بان التلفازه المغربيه تترجم للقناه الاولى تيجيبوا لنا الافلام المدبلجه ديال التركيين اللي في شتات الابناء ديالنا. يعني هذه المساله هذه يعني من خلال ان معنا في مصر واش كاين شي عمل مشترك ما بين المغرب ومصر في العمل الفني. الشرع شكرا. سي حسن، اولا على الاستثمار وهي الصحافه المحليه. بالنسبه للمعهد السمعي البصري اللي كان في مجلس الناس اللي عرف حياه 2007، ربما كون تقريبا 4 ديال الازواج، ولكن بعض الاشكالات كانت في التاطير، لان كنا نحاول ما امكن اننا نطلعوا الطلبه وتنجيبوا اساتذه من خارج مدينه مكناس. جميع الطلبات كنا نجيبوهم من الدار البيضاء ومن الرباط، وبالتالي تتكون عندنا التكلفه ماشي هي مضاعفه، ولكن تنضربوها في 3 أو 4، لان تتقام عليك الاقامه ديال المؤطر والاكل ديالو وزيد عاد لي زونوغير ديالو. وبالتالي هنا كان وضع السؤال اننا واش غادي نستمروا انه طالب تيتقام علينا بثمن اننا باش نكونوا 5 ديال الطلاب. اذا هنا واش غيمكننا نستمروا في حين ان المدينه ما تتوفرش يعني البنيه التحتيه والظروف المواتيه باش انه يكون بالفعل مع السينمائي. وبالتالي هنا فاش هضرت في الكرونولوجيا ديال اننا ناسسوا الملتقى السينمائي وناسسوا المهرجان، كان الهدف منه اننا نحاولوا ما امكن اننا ناسسوا واحد الموارد البشريه اللي تكون في مدينه مكناس اللي غادي تساعدنا في هذا التاطير واللي تعطي استمراريه لهذا المعهد. ولكن شاءت الاخلاق انه ما يمكنش يمشي المعهد في هذا الطريق هذا، وكانت صدفة أنه إنشاء معهد وطني للسمع البصري، وبالتالي هذا المعهد الوطني كان محتاج هو أدور، وبالتالي تمت المنادات. كنت أنا أول أستاذ الذي يتم المنادات إليه لهذا المعهد الوطني للسمع البصري والسينما، وكان يعني الوزارة الوصية أنها في حاجة إلى أدور، في حاجة إلى ناس اللي غادي يعطوا الانطلاقة لهذا المعهد اللي هما عندهم خبرة وتجربة. فكان عندي اختيار يا يعني إما استمرارية في معهد بالإكراهات ديالو والإشكالات ديالو، أو أننا نلتحقوا ونلقاو
السينما المغربية والتكوين الأكاديمي لشيء اللي هو أجمل واللي هو أقوى وأكبر. فكان الاختيار ديالي أنني نمشي مع التصور ديال البلد ديال المملكة المغربية، أنني نخدم في المنظومة ديال وزارة الثقافة والاتصال قطاع الاتصال، ونخدم في المعهد الوطني، وأنني نعطيه الانطلاقة. فهذا هو الاختيار اللي كان ديالنا وحاولنا أننا نمشي فيه. اما بالنسبه للنقطه الثانيه، صعب غير صعب هنا باش نقولوا كان مجموعه ديال الاشكالات في الاتفاقيات. انا مجموعه ديال الاخوان كانوا تيتكلموا تنقول لهم عطيونا مراسلات وهي تصيفط اللوغو، ولكن كانوا اتفاقيات. مجموعه ديال الاخوان درنا معهم اتفاقيات شراكه، وهذه الاتفاقيات ميدينا بايزوف اللي هي خلايا ميدينا اف ان، درنا اتفاقيات. راه ما يمكنش اننا نشتغلوا ونبقاو نسوقوا واحد اللوغو ديال مؤسسه ما وانا ما عنديش معها اتفاقيه شراكه. تيكون الطلب، ولكن خصنا نتابعوا الطلب باتفاقيه شراكه. خصنا نقولوا نحاولوا ما امكن نكونوا مؤسساتيين في هذه المساله. جميع الشركاء ديالنا عندنا اتفاقيه شراكه معهم، وحنا تنفتحوا تنطلبوا من جميع المنابر اللي بغاو يدخلوا معنا ويديروا معنا اتفاقيه شراكه مرحبا بهم، ونأسسوا اتفاقيه شراكه الان من هذه الدوره هذه، باش ان شاء الله تكون التغطيه والمواكبه في دورات اخرى ان شاء الله. شكرا. كاين سؤال حول التزامن مع الموسيقى الروحيه. مسألة التزامن في الحقيقة لا جيت إلا بتحقق أي مهرجان كيف ما كان، أي تاريخ كيف ما كان، المملكة المغربية تعيش دائما المهرجانات، وبالتالي لا تستطيع، وانا زعما نقول اقل مهرجانات كثيره، عندنا اكثر من 86 مهرجان. 86 اكثر من عدد الاسابيع. الافلام السينمائيه، تنهضر على المهرجانات السينمائيه، بالاضافه الى المهرجانات الاخرى، مهرجانات الموسيقى، مهرجانات الملحون، مهرجانات الفنون الشعبيه الى غير ذلك. وبالتالي يعني اذا تشتت 165 يوم عندنا، ما يمكنلكش ان تخرج من هذا الاطار ديال المهرجان. ضروري انك تتزامن مع المهرجان، المهم انك لا تتزامن مع المهرجان في نفس النوع السينمائي. وبالتالي احنا جينا بهذه الفكره ديال المهرجان للفيلم العربي بعد الاختلاف عن كل المهرجانات الاخرى، ويمكن ان صياغته هي بعدته شويه عن خريطه المهرجانات الاخرى، لان المهرجانات غالبا تكون في اكتوبر نوفمبر ديسمبر الى غير ذلك، تتكلم عن المهرجانات السينمائيه او في شهر جويه وهي غدا حتى سبتمبر، بمعنى انه حاولنا فقط ان كان عندنا واحد الاشكال خطير انذاك هو تنظيم كاس افريقيا، لان كانت المغرب غتنظموا كاس افريقيا للامم وكتنظموا يوم 14. يعني كانت البارح كان هو نورمالمون غتنظموا المغرب انذاك، ولما تغير يعني تنظيم هذا الحفل الى جمهوريه مصر العربيه ابتعد يوم 14 الى يوم 21، وبالتالي احنا ابتعدنا، وكان هذا ايضا اشكال مثلا على مستوى ابتعاد عن تاريخ معين، وخصوصا ان الدول العربيه كانت مشاركه في كاس افريقيا وايضا مشاركه ايضا في هذا المهرجان الدولي. شكرا. غنتقول لائحه الثانيه وغنتقول الاخيره لان